من جد تحياتنا صباحيه لكل اللي انضموا لنا هلا، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم من حلوه يا دنيا، مباشره من جبل عمان وتحديدا من سوق جاره. واكيد معنا بالاستوديو السيد سميح شقير، السيد خضر قواس، والسيد حسان نسور. قبل الفاصل كنا عم نحكي على موضوع اهميه وضع سوق جاره على خارطه السياحه الاردنيه، وكيف ممكن انه نقدر نشجع، لانه زي ما تفضلت في اقبال كبير من قبل الاردنيين، ولكن كيف ممكن نشجع السياح العرب والاجانب انهم يصيروا يعرفوا عن سوق جارة، خصوصا انه الحركة السياحية بتزداد بالموسم اللي سوق جارة بيكون فاتح فيه. صحيح، احنا كجمعية كنا دايرين بالنا عفوا على هذه النقطة، تمام. وقبل سنتين الجمعية قامت بإنشاء مركز خاص لمعلومات الزوار. من ضمن مركز معلومات الزوار اللي انتهجته الجمعية وعملته الجمعية يوجد بعض البروشورات والدلائل لكل سائح بحب يجي يستفسر عن أي مكان يروده أو عن أي منطقة أو أي شغلة. في عندنا متخصصين يرشدوه، يعطوا خرائط، يعطوا بروشورات، يعطوا كل شيء. فبالتالي كل شخص يرود الجمعية ويرود مركز الزوار يتم إيصال فكرة سوق جارة له، أنه هذا سوق حرفي بيساهم في تنمية المجتمع المحلي، بيساهم في خدمة بعض السيدات المجتمع، بيساهم في خدمة بعض الجمعيات. فبالتالي احنا بالناحية الإعلامية لسوق جارة الحمد لله رب العالمين احنا بنقوم بدورنا على أتم وجه. احنا في عنا بعض المشاكل احنا بنواجهها في الدعوة لإحضار سياح لسوق جارة. ربما ما راح نحكي انه في قصور من جهات معنية ولا شيء، لكن النهج اللي بنتهجوه شركات السياحة انه السياحة اللي خارج عمان بتكون اكثر بالنسبة لهم من السياحة اللي داخل عمان. واحنا سوق جارة يعني سوق محدود المدة، يوم جمعة في فترة الصيف، يعني كل مدة سوق جارة 20 اسبوع. فبالتالي ربما يتضارب مواعيد السوق مع مواعيد السياح اللي راح يدخلوا عنا على البلد. فبالتالي هاي هي الشغله الوحيده يعني تنقصنا. فيما يتعلق في باقي الامور الحمد لله احنا عندنا الاعلانات، عندنا البروشورات، عندنا كل شيء يتعلق في السوق. كجمعيه ايضا احنا عمالنا بنحاول نعمل كتاب نوثق فيه منطقه جبل عمان وسوق جاره وكل شيء في منطقه جبل عمان. بالتالي كجمعيه لازلنا في بداية الطريق، خلينا نحكي مع انه صرنا 10 سنين في سوق جارة، لازلنا في بداية الطريق، وان شاء الله بنكبر وبكبر سوق جارة وبنحاول ننقل تجربتنا للمناطق الاخرى ان شاء الله. ارجع للسيد خضر، سوري انا قاطعتك، كنت تحكي في موضوع مهم عن نعم تدوير المصاريف اللي الايرادات اللي عم تجيكم وكيف بتستثمروها في المشروعات الجديدة. بالضبط، احنا عندنا جمعية جارة هي عبارة انه مش بس سوق جارة، هو عبارة عن نشاطات في منطقة جبل عمان وشارع الربا. احنا عندنا مهرجان حارتنا بالتعاون مع CMS مدرسة الاهلية، لانه هاي مدرسة عريقة من 26 تأسست في المنطقة، وعندنا بنعمل كل سنة باخر 11 او 12 بداية كريسمس مهرجان حارتنا بالتعاون مع المدرسة الاهلية. السنة كمان بالتعاون مع مؤسسة شومان عملنا الأسبوع الثقافي بجبل عمان، وشمل الأسبوع الثقافي عدة محاضرات وعدة أمسيات شعرية وفرق موسيقية ومعرض للكتابة مدة يومين. وعندنا عدة نشاطات في المنطقة، وإحنا هلأ على الاتجاه أنه نعمل إشي مميز كمان في جبل عمان، وهو أسبوع التراث الأردني في جبل عمان، وهذا راح يكون بالتحديد بالبيوت داخل البيوت القديمة الموجودة في منطقة جبل عمان اللي صورتوها بتقريركم وشفتوها. هذا رايحين نعطي كل محافظة بيت ومنطقة تعمل كل منتجاتها، وحتى نوعية الأكل وحتى التراث الأردني اللي موجود عندنا إنه نعمله لمدة أسبوع في جبل عمان، نسميه التراث الأردني في جبل عمان. ونشاطات الجمعية كثيرة وأهدافها كثيرة، وزي ما قال حسان إحنا بالبداية، فلساتنا عندنا خطة سياحية كمان مع أمانة عمان، والتقينا مع معالي الأمين، ومعالي الأمين صبح عليه لأبو لي، وإحنا نصبح عليه، وكل الدعم كل الدعم من الأمانة جمعية سكان جبل عمان واسم تحديد جارة. بحب أسأل يمكن السيد خضر، يمكن حكينا شوي بالأول مع السيد سميح الشقير عن الأفكار الجديدة اليوم، خلينا نقول هل يمكن
بصير في يعني جلسة عصف ذهني لتطوير سوء جارة، لأنه إحنا بنعرف يمكن الناس عادة ميالة لل يعني لكل ما هو جديد، فبعد 10 سنوات شو الأفكار الجديدة اللي معقول تطرحوها؟ يعني إحنا السنة طرحنا عدة أفكار جديدة، ومنها زي السوق الحرفي اللي بيشتغل يدوياً ومع قدام الناس زي ما تفضل سيد جمعي، والتعاون مع جمعية الحرفيين. إحنا مستقبلاً نتمنى إنه نجيب أشخاص كمان يدويين في كل السوق، يعني المنتج اللي بنشغل في أي بمحل أو ببيت إنه نشغل قدام الناس ونعطي الناس. إحنا طموحنا أكبر من كمان من سوق جارة، نعتبر سوق جارة هو ترويج للمنتجات اللي إحنا بنطمح لأنه تكون عنا مدرسة تعليمية لهاي الحرف اللي موجودة عنا، نعلم الأجيال اللي طالعة إنه تشتغل ونصير إحنا نروج لها بسوق جارة. نعم. لا سوق جارة هو شارع اللي إحنا هلا موجودين فيه، طوله 180 متر، عنا حوالي 124 طاولة، غير منطقة المطاعم اللي السنة عملنا منطقة مطاعم منفصلة، عندنا منطقة الأطفال. إحنا نطمح إنه يكون كل شارع رينبو سوق حرفي. نعم. وعند عدة أفكار كان موجودة طرحتها معالي الأمين، وإن شاء الله مستقبلنا رايحة تتنفذ. سيد سميح حكى عن شارع الفن، إذا بنقدر نحكي شوية الزوايا الفنية اللي بتكون موجودة، تعطينا هيك شوية تفصيل. طبعا إحنا عندنا رسامين في شارع الفن موجودين قدامك، يعني بتيجي بتلاقيه قاعد بيشتغل برسم. عندنا للأطفال في عنا المعجون بيقعدوا يشكلوا فيها المعجونة، عنا شباب بيعلموا الأطفال كيف يشكلوا بالمعجون ويرسموا فيها يعني. نعم. ايضا بصير في نشاطات فنيه، انا بعرف انه يعني جاي اكثر من مره حاضره يعني مسرحيات، وايضا هيك خلينا نقول بيرفورمانس فني لمجموعه من الشباب. عندنا مسرح صغير في نص السوق في الهوايه الشباب اللي بحبوا يعزفوا، وطلعوا كثير من سوق جاره، وعندنا مسرح رئيسي. بس احنا كمان مع احداث غزه بنوجه لهم كل التحيه. نعم. وقفنا المسرح الحركة على المسرح لأنه تضامنوا مع أهلنا في غزة، فإن شاء الله بالانتصار جاي وبعد الانتصار إنه إن شاء الله عنا المسرح. إن شاء الله. إن شاء الله. نحن عم نفكر نسوي كمان فرقة لجارة إن شاء الله. فرقة اسمها جارة في المستقبل إن شاء الله. أمي من منطقة الرنبو. أسأل سيد حسان سور، إحنا حكينا في الأمور الإيجابية وإن شاء الله طبعا تضل الأمور إيجابية، ولكن أثناء يعني جولتنا في الجبل وأثناء إعدادنا للحلقة وصلتنا بعض الملاحظات، يمكن في ناس عندهم دائما آراء مش ضروري نتفق كلياتنا 100%، ولكن ممكن هناك بعض الأفكار أو بعض الآراء بتحكي إنه ممكن سوق جارة مثلا عمل للمكان ضجيج زيادة، مثلا خطف هدوء الجبل. أحيانا بعض السكان مثلا عندهم بعض الملاحظات، كيف بتتعاطوا مع بعض؟ كيف بتحلوا مثلا بعض المشكلات ان حصلت؟ سيدنا اكيد كل نجاح بيقابله ايجابيات وبيقابله سلبيات. احنا بنحاول دائما وابدا، هم سكان المنطقه هم السكان الاصليين للمنطقه، واحنا كلنا عشنا في هذه المنطقه كعائله واحده، فبالتالي يعني احنا بنحكي للسكان هذا السوق يخدم المنطقة، هذا السوق يخدم أهالي المنطقة، هذا السوق نشط المنطقة سياحيا ونشط المنطقة تجاريا، فبالتالي الغالبية متعاونة. بنواجه يعني بعض الشغلات في حركة السير وأزمة السير، لأنه أكيد كل واحد السوق بيرود 12 ألف شخص في يوم الجمعة، فبالتالي لابد أن يكون في حركة سير قوية جدا، وفي بهذه يعني هاي الحركة ما فيش هذيك المواقف اللي تستوعب كافة السيارات هاي اللي جاي على شارع الرينبو، فبالتالي احنا اللي بنطالبه انه يتم تخصيص مواقف للسيارات، نحاول نعمل شاتل باسز من الدوار الاول، يعني يصير السائح اللي جاي على شارع الرينبو اللي جاي على سوق جارة تحديدا يصف سيارته في الدوار الاول، يكون في شاتل باس ياخذه من الدوار الاول لسوق جارة. يعني ليس اكثر من عملية تنظيمية، لكن احكي لك انه هذه العملية تقدر عليها كجمعية جارة؟ لا صحيح، احنا ما بنقدر عليها كجمعية بدها جارة، تعاون يعني. احنا بدها تعاون من كافة الجهات ودهم يتحملونا لانه بالنهاية احنا عمالنا بننجح شغلة بلدنا الحبيب. نعم. نعم. يمكن بكل الدول الأوروبية والعالمية في أسواق مشابهة لسوق جارة، سواء مثلا بلندن بروما يعني، ويمكن سكان المنطقة بيبدوا يلاحظوا الفرق أو بيبدوا يستفيدوا تدريجيا. اليوم سيد خضر إذا بدنا نحكي معك حول يمكن المقارنة بين الأسواق العالمية اللي استمرت على مدى عقود طويلة وسوق جارة. هو سوق جارة استمر 10 سنين، يعني طبعاً. أول إشي 10 سنين بنجاح مستمر،
هذا معجزة في الأردن عندنا. فإحنا زي ما حكينا إنه سوق جارة هو عبارة عن نموذج طلع في بالأردن وحاولوا يعملوه في عدة مناطق في الأردن، فما شوي اختلف الوضع عندنا هون. إحنا لأنه الهيئة الإدارية متوحدة وبرئاسة معالي زيد قصوص كلنا إيد واحدة، فعندنا القرار واحد، فسوق جارة على استمرار راح يضلوا إن شاء الله بصعود. إحنا كمان مستعدين، يعني كانت الفكرة إنه ينعمل سوق جارة بعدة مناطق وإحنا مستعدين نساعدهم ونعمله بالويبدة. الويبدة جميلة جدا طبعاً. بكل حتى بالمناطق الشرقية نعم. بجبل الأشرفية حتى لأنه اللي بيطلعوا سكان المنطقة الغربية على المنطقة الشرقية بيشوفوا كيف منطقتهم من المناطق الشرقية بالجبل الأشرفية بالذات عند جامع أبو درويش نعم. المنطقة بتجنن بتكشف كل المنطقة الغربية. فإحنا طموحنا أنه يمتد على 7 جبال بعمان إن شاء الله نعم. إن شاء الله إحنا بنتمنى لكم التوفيق، وكمان مرة يعني شكرا مرة تانية لكل التعاون. سيد سميح أنت على الأخص يعني كنت معانا ويعني تحملتنا هاليومين، إحنا نتمنى لكم نقدر نعمله لكم الله يخليك. إحنا طبعا من رؤية نتمنى لكم الخير والنجاح الدائم، لأنه بالأخير ينعكس على عاصمتنا الأردنية النظيفة والمنظمة، وإن شاء الله تبقى هيك بجهود الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللي شروا حضراتكم. مرة تانية نشكركم سيد سميح شقير، وكمان مرة شكرا سيد خضر قواس، وكمان السيد حسان نسور أهلا وسهلا فيك ونورتنا يعني، وكلامك الرائع حتى في الجاليريا كمان بيحكوا لي قديش يعني كلامك كان حلو يعني شخصية مثقفة، وهي بقول لي كمان مخرج مدوزن يعني طبعا جميعكم شكرا لكم ولمحبتكم. بعد الفاصل أكيد رح يكون في عنا مفاجأة في شخص وجهنا له تحية صباحية ولبى النداء، أكيد خليكم معنا بعد هالفاصل.